السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة القنيطرة المدنية، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. إذا نتواجد الآن بحي الجنانات استجابة لطلبات المتابعين. غادي نمشيو نصورو ورش ديال تجزئة الزيتونة وجنان 6 وكذا الرياض. في آخر الفيديو كاين واحد المفاجأة لمتابعي القناة الأوفياء. يلا نخليكم مع هذا الفيديو، نتمنى أنه يعجبكم ويكون مفيد لكم. ما تنساوش تدعمونا بلايك وتعليق، والسلام عليكم ورحمة الله. يرضوا هنا هذا نادي تجاز الزيتونة الجديد، وما انهم داروا الرومبلي هنا ديال الطريق، وهاد الاعمدة ركبوهم كهربائية. نمشيو ليه ان شاء الله نشوفو جنان 6 وتجزئة الرياض تا هي. يلا خليكم معنا.
الطريق هذه مازال مقطوعة وتبدل الحنشة. حطت الحافلة رقم 31. مدرسة عبد الله بن عباس. طرقان عاد صابوه مقارنة بآخر مرة جينا هنايا. أنا دابا في الرياض، على ما أعتقد
رجعنا للطاقة المدارية و جينا للطاقة المدارية ورجعوا للبلاصة اللي كنا فيها.
إذن الله هنا نصل إلى نهاية الفيديو، أتمنى أنه يعجبكم.